مرحبا بكم. اليوم نحن في معمل ريتش بيس وسوف نقدم لكم ماكينة لصنع الكمام أوتوماتيكية. هذه مكان لصنع الكمام الطبية بثلاث موادات، هذا ريف بثلاث طوابق، هنا جهاز المشطر شن، هنا جهاز لصنع جسم الكمام، وبعد أوتوماتيك دخل الجهاز لصنع المتاعة الأذن. بعد خرج الكمام كامل، نحن أيضا يوجد مكانات أخرى لصنع مختلف الكمام نوعي، وممكن سوف تشوف أي نوع تقطع ممكن تتصل بنا. الآن يوجد امتيازات كبيرة ونحن ننتظر تتصل بنا. تمام، مع السلامة.